بعت لي سؤال بيقول لي بعد موضوع سد النهضة هل هنعاني زراعيا من الموضوع ده؟ هو بالنسبة لموضوع الري تحديدا في الرز. بص هقول لحضرتك طبعا علشان الناس الهوس اللي بتتكلم بدون داتا اصليه او بدون علم. يقول لك احنا ازاي نزرع رز ونصدر، ده احنا كده بنصدر ميه والكلام. لازم ولا بد نعرف ان احنا عندنا المنطقه الشماليه الرز بينزرع في كم محافظه في مصر عشان نبقى عارفين. في 6 محافظات. المحافظه اول محافظه اكبر مساحه بتزرع محافظه كفر الشيخ، ثاني محافظه الدقهليه، وبعدين الشرقيه، وبعدين دمياط، الفيوم. المنطقه الشماليه كلها اصلا دي منطقه قريبه من البحر، وارض كفر الشيخ بطبيعتها ارض الدلتا اللي فيها الميه المالحه قريبه منها. لو ما انزرعتش رز اصلا مش لازم ولا بد تنزرع رز، مش كل المساحه، ولكن هينعمل دوره بالداتا الاساسيه في الرؤية الصح اللي موجودة معمول لها علشان أعرف أطبق دورة زراعية، لأن من 97 يعتبر مفيش عندي دورة زراعية. أنا بدون داتا صح ما ينفعش أعمل زراعة تعاقدية. ما ينفع